لكن حاجة واحدة دايما بتجمعنا أكيد هي الكورة، ونبتدي معاكم زي ما احنا متعودين دايما مع أهم وأبرز العناوين. اليوم 3 مواجهات قوية في الدوري ممتاز. الأهلي يصعد ضد الاتحاد الإفريقي بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا. موسيماني يطلب تدعيم الأهلي بخمس لاعبين الموسم المقبل. الزمالك يخاطب الجبلاية للحفاظ على لاعبيه. وعالميا صلاح يؤكد جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا.